أهلا بحضراتكم، بنلتقي بفنان متعدد المواهب. الحقيقة يعني قيمة الفنان عز الدين نجيب ضيفنا النهاردة في هذه الفقرة إن هو فنان تشكيلي متميز، وأيضا كاتب قصة، ثم بيفاجئنا بأول عمل روائي له وهو نداء الواحة، ثم هو أيضا ناقد تشكيلي وناقد أدبي ورجل له تاريخ من النضال السياسي، يعني رجل صاحب مبدأ دفع ثمن هذا المبدأ في فترات سياسية متعاقبة، ويمكن ده كان موضوع حلقات سابقة، لكن احنا النهاردة بنركز على روايته نداء الواحة وعلى المجموعة القصصية نقطة صغيرة قرب السماء. برحب بالأديب والفنان التشكيلي عز الدين نجيب، زي حضرتك. أهلا وسهلا، أهلا بك. نداء الواحة، حتى دون أن أشعر ودون أن يعني يبلغني فريق الإعداد، شعرت أنها وأنا أقرأ السطور الأولى أن هي عملك الروائي الأول. ده صحيح. وهناك يعني سمة لاحظتها في أغلب الأوقات المشترك في القصص القصيرة وفي الرواية، وهي أن أغلب الأبطال هم فنان تشكيلي مثقف ثائر على يسار السلطة، صحيح؟ إلى حد كبير. إلى حد كبير في يعني في أكثر من صحيح. قصة في المجموعة وبطل رواية نداء الواحة. أيوة. وطبعا الفنان الكاتب عموما بينبع من تجربته الذاتية وهو معين حياته وخبراته، لكن مش بالضرورة أنه هو بينقلها كما حدثت، وإنما هي تبقى زاد ياخد منه، قد يتطابق مع الواقع أحيانا وقد يتجاوز الواقع أحيانا أخرى. صحيح. وفي الرواية هنا احنا امام فنان تشكيلي دفع ثمن لمبادئه ولدفاعه عن الوطن وقناعاته بان هو ازيح من المناصب وازيح من الساحة الفنية ووضع في السجن، بينما حبيبته تركته لتتزوج من دبلوماسي، بيتضح لينا من الرواية ان هو دبلوماسي فاسد ايضا، وربما بتدور الاحداث اذا كنت انا محق في فترة زمن المخلوع مبارك، وبيكتشف فساده ثم بتنفصل عنه لانها لا تشعر باي سعادة حقيقية، رغم ان هو ساعدها وساعد اقربائها على تولي بعض المناصب في الحياة. لكن هنا السؤال هو في فكرة العقاب اللي انت حطتها، انه تم عقابه على انه استخدم وظيفته الدبلوماسية في التهريب وفي التجارة. هل ده كان ممكن يحصل في زمن اصلا وصم كله بالاستبداد والفساد وزمن المخلوع مبارك؟ يعني هل كان من الممكن ان يحدث هذا العقاب؟ هو لما يكون الفاسد من الغباء او من الجشع الى الحد ان هو لا يداري عمله او فساده، بيبقى مشكلة على محيطه، وبالتالي النظام بيسعى الى ان هو يفصل الدم الفاسد فيضحي ببعض النماذج. النظام الفاسد الذكي. الذكي. وده طبعا في مجال الدبلوماسية اعتقد ان هي قد تكون اكثر المؤسسات احتراما في حياتنا بشكل عام على مدى التاريخ، لان الفساد فيها على طول بيظهر واثاره بتنكشف امام العالم في الخارج ايضا يعني. لكن وبالتالي صعب ان هو واحد يظهر بهذا الفساد الفج ان هو يقوم بعمليه تهريب. احنا طبعا بنسمع عن عمليات تهريب كتير بتتم من خلال الحقائب الدبلوماسيه وما الى ذلك، لكن هذا كان وصل الى حد بقى العمله والى مشاكل من هذا النوع. والفساد الحقيقي في التجربة مش فساد مادي، وإنما هو فساد معنوي. يعني هو كان كذاب وكان مخادع، واستطاع إن هو يختطف هذه الفتاة النقية البريئة في بداية حياتها ويضعها في عالمه الفاسد. ويضعها في عالمه بزعم ان هو يحقق لها حلم انها تبقى فنانة، وحلم انها تطوف العالم، وحلم انها تكتشف الجمال في كل مكان. لكن هو لم اغتال هذا الحلم. اغتال هذا الحلم لان هو حقق ما كان يريد، ان هو زي الصياد اول ما يقتنص الفريسة بيتفرغ لغيرها.
نعم. فهو تفرغ لفرائس ثانية. نعم. ما أدركش إن هو الخواء والفساد بينخر في بنيته والشخصية بمرور الوقت. بينما أيضا في المقابل كانت هي بتشعر بالخديعة وبأنها دفعت حياتها وحبها. اللي هو العلاقة، علاقة الحب. هل أنت بتدينها لأن هي تركت حبيبها واختارت الحل الأسهل وهو الشخص اللي له وظيفة مرموقة ويعني امتيازات مالية واضحة؟ أنا ما حبيتش أدينها أو أبرأها. أنا سبتها للطبيعة تاخد مجراها عندما يلتقي الحبيبين بعد انهيار العلاقة الأولى. ما هو ده الدراما، دي الدراما، انك انت تحط الانسان في موقف وجودي ان هو يكتشف نفسه من جديد بعد ما عمل اخطاء معينه. نعم. اخطاء. نعم. تراجيديه، وده السقوط الحقيقي للبطل التراجيدي زي ما عرفناه زمان يعني. صحيح. فلقت نفسها، اكتشفت نفسها مرتين. مره انها خانت صديقها وحبيبها الاول، والمرة الثانية انها ما قدرتش تاخد موقف كامل. صحيح. وجدت نفسها النهاردة في هذه الرحلة. أيوة. امام الاختيار اللي هي ما قدرتش تاخده في التجربة السابقة في الماضي. صحيح. هنا بقى تتداعى الاحداث. هل يمكن الزمن يعود مرة ثانية لكي يختار الانسان الاختيار الصحيح؟ بالنسبة للسقوط اللي حضرتك اشرت اليه، بتقول ده في صفحة 27، وإلا فلماذا ندين أي ساقطة تبيع جسدها بعد أن داستها أقدام المجتمع ودفعتها إلى ذلك دفعا؟ إن السقوط الحقيقي يبدأ بفقد الإنسان لمعنى الكرامة قبل الخبز، فالجائع سوف يجد اللقمة في النهاية بطريقة أو بأخرى، ولن يموت موتا فعليا من الجوع، لكن فقد الكرامة هو الموت الحقيقي، ولا حياة للإنسان من بعده حتى ولو تبوأ أعلى المراكز. ده صحيح. وهي العقدة الحقيقية اللي داخلها، وان هي كانت بتخامره ايضا لكنه لا يستطيع ان يصرح بها، اللي هو حبيبها. نعم. لانه ما زال يحبها. ورغم العمر الطويل اللي مضى اكتر من 20 سنة بعد التجربة الاولى. نعم. وهو لم يستطع ان يتخلص من اثر علاقة من العاطفة القوية تجاهها، لكنه كان في صراع مع نفسه أن يتعامل مع واحدة سقطت في نظره في يوم من الأيام، بينما هي تأتي إليه مرة أخرى وهي تكفر عن هذا الخطأ التراجيدي. التراجيدي. هنا حديثك عن الكرامة بيدفع دفعا إلى سؤال، هل هذا المعنى، معنى الكرامة، هو أحد المحفزات الحقيقية لثورات الشعوب أيضا؟ ده حقيقي. لأنه هو في الرواية فيه مواقف عديدة غير هذا الموقف بتوحي بهذا المعنى، أن الفنان كفنان، لأن هي مجموعة فنانين بيشتركوا في رحلة ويكتشفوا عالم جديد. فهم أمام نفسهم بينكشفوا كل واحد هو رايح فين، هل هدفه الأول والأساسي في الحياة إيه؟ هنجد إن كل واحد له هوى وغرض بعيدا عن الهدف الأسمى اللي هو بيتكلم أو بيدعي إن هو عليه. أهل الواحة في نفس الوقت نفس الشيء. القيمة الكبرى عندهم هي الكرامة. وهي المعاني المستمدة من عادات وتقاليد وقيم أخلاقية ممتدة. بتيجي العلاقة بين الفتاة بنت الواحة مع شاب أحبها وهي أحبته في غيبة الجماعة. هنا بيبقى سقوط آخر. ولكن هو سقوط يمكن أن تراه من عدة زوايا وزوايا مختلفة. يعني من زاوية المحبين هو حق. زاوية المجتمع المتحضر والمتقدم هو شيء طبيعي. وزاوية العادات والتقاليد والقيم. نعم. التي قامت عليها أعراف هذه الواحة، ده بيعتبر سقوط. نعم. وبالتالي بيجي العقاب بقى القاسي اللي احنا شفناه. صحيح. طب هنا حضرتك في برضو سؤال، يعني وكأن بطل الرواية وكأنك يعني
بيحاكم نفسه أو بيناقش نفسه، بيقول هل المبدأ أهم من إنقاذ أسرة ومستقبل من الضياع؟ أين المادية الجدلية والديالكتيك يا حضرة المناضل الثوري؟ ألم تكن تحارب النظام والمجتمع لأنهما يدينان الضحية ويزجان بها إلى السجون بينما يطلقان سراح الجاني؟ وهي ألم تكن ضحية؟ وهل أنت تدينها بدورك؟ هل هنا هو بيراجع مواقفه الثورية ولا مجرد أنه عاطفيا بيحاول يجد مبرر لاستمرار العلاقة العاطفية معها بعد أن خانته قديما؟ يعني هو الكلام ده يعني ممكن يكون متطابق، لكن في شيء أبعد من ذلك، وهو أنه جواه داخله في حيرة بين الذاتي والموضوعي. الذاتي اللي هو الشيء الإنساني العميق اللي هو الحب، اللي ممكن يتجاوز المبادئ والأيديولوجية والأفكار والقيم العليا، بيبقى فيه شيء ما حميم جدا يستحق التضحية. لكن في المقابل إذا كان ده يعني تمنه أسرة تضيع إذا استخدم حقه، والحب فيه درجة من الأنانية، ممكن يضغط عليها إلى الحد اللي هي يحافظ على هذه العلاقة حتى لو كانت أسرتها هتضيع. هي كانت بتحاول تنقذ أسرتها من ضياع، ولو كان التمن هو هذه العلاقة. المفارقة دي دائما بتبقى تكاد تكون قدرية ملهاش حل. الأيديولوجية ممكن ما تحلهاش، تمام. الأخلاق العامة ممكن ما تحلهاش، العرف ممكن ما يحلهاش، إنما يحلها في الآخر موقف ضميري في لحظة إن هو لابد من تضحية ما في مقابل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. طيب، بيتكرر في أعمالك خاصة في المجموعة القصصية وفي هذه الرواية فكرة سطوة الأجهزة أو سطوة السلطة وتأثيرها في مجرى الأفراد وخاصة الأجهزة الأمنية. وهنا بتدور الأحداث، يعني هنا بطل الرواية هو عضو في الحزب الوطني، أقصد يعني الذي خطف الحبيبة من البطل هو عضو في الحزب الوطني وهو دبلوماسي فاسد. ثم بتنتقل في فقرة بتقول وكان يدهش مجدي وهو صديق للبطل ما عرفه من مواقف كثيرة لطاهر بطلنا بالغة التحدي للنظام وأجهزته، دفع بسببها أثمانا باهظة بدءا من رفض تعيينه بالكلية إلى السجن والحرمان من العرض المشرف لأعماله في مصر أو بالخارج أو اقتناء لوحاته في متحف الفن الحديث وغير ذلك. يعني هنا برضو بيتكرر نفس الجملة وبتقول كنا نعرف في الكلية، كان يسبقني بدفعتين ودائما كان متفوقا وأراؤه عندي كانت أهم من آراء الأساتذة، فوجئنا برفض الكلية تعيينه بتعليمات من الأمن حسب علمنا. يعني هنا الأسباب السياسية والأجهزة الأمنية وسيطرتها، هذا الهاجس بيتكرر برضو في بعض القصص القصيرة. يعني إلى أي مدى كان مسيطرا فكرة المعايير الأمنية مسيطرة على التعيينات، على تعيينات في الجامعة، على مستقبل الأفراد لو كانوا فنانين لهم مواقف سياسية؟ هو البطل هنا زي ما شفناه متمرد، متمرد على النظام، متمرد على مش بس النظام السياسي وإنما على الأوضاع الاجتماعية الظالمة كلها اللي خلت اللي هي أدت في النهاية إلى ثورة يناير 2011، تمام. لكن في ذلك الوقت لما كانش هناك الحراك الثوري اللي يحمي المتمرد الفرد، وبالتالي كان دائما حاجة من الاثنين قدامه، طريقين. إما أنه يواصل تمرده بشكل فردي، وهنا بيسقط في مسألة الرومانسية الثورية، نعم، إنه يحلم ويتمد ويعلن عن تمرده فمصيره الحتمي هو السجن، أو إن هو ينسحب وينطوي على نفسه في عالمه الخاص وينتج أعماله الفنية وممكن يضع جواها آراء الثورية. بطلنا هنا اختار الطريق الأول، لكن بعد ما اختار الطريق الأول ودفع أمامه الكثير دون أن يجني، مش يجني على المستوى الفردي،
نعم. ان هو يحصد يجني حصاد مبادئه ديت حصاد مبادئه على المستوى العام والوطني بالظبط كده. فجت له نوع من الهزه مش الرده، الهزه النفسيه، الهزه النفسيه. هو صح ولا غلط؟ وايه الطريق الصحيح؟ وكيف يمكن ان يتم الخلاص من هذا الواقع؟ هو نصف سائر ولا سائر مقدمه انت في الروايه؟ هو نقدر نسميه ثوري هملتي اذا جاز التعبير. يعني من عينه هملت، من عينة اللي هو دائما يتساءل، دائما عنده الشك والاسئله التي بلا اجوبه بالضبط. والعدم اليقين والشيء ونقيضه، ودائما يبحث عن المستحيل. صحيح. لا لا لا، لقد أصاب العالم اللعنة وكتب علي عبء إصلاحه. بالضبط كده. هاملت. طيب، هل يمكن اعتبار عايدة في هذه الرواية بطلتنا اللي فضلت هذا الدبلوماسي المنتمي للحزب الوطني الفاسد على حبيبها الفنان التشكيلي الثائر صاحب المبادئ؟ هل يمكن أن نلف عايدة في العلم المصري ونعتبرها رمزا لمصر التي يعني أجبرت على أن تتزوج من زمن مبارك ثم خرجت محطمة من هذه الفترة وتحاول أن تلملم أشلائها، أم أن الرمز بعيد؟ هي أيضا عايدة فيها شيء ما من الشخصية البرجوازية المصرية المترددة، الطبقة الوسطى وانتهازياتها، فيها جانب انتهازي لكن الجانب الأكبر شريف، وتبحث عن الخلاص ولو كان تضحي بحبيبها مثلا، لكن عندها هناك أمل أكبر أنها تنقذ أسرتها، أو هكذا تزعم أو تتصور. فهي جاني وضحية في الوقت نفسه. يعني هي ضحية اختيارها. ونقدر نقول ان لكن انت لم تفكر ان تضعها وكأنها رمز لمصر في مرحلة تاريخية؟ لا، لان مصر كانت ضحية كونا واحدا. يعني ضحية مصر ما هنأتش في وقت من الاوقات بحقها العادل في الاختيار، اختيار حكامها. يعني هي دائما كانت محكومة بمن يستطيع ان يصل الى الحكم. نعم. لكن ما اختارتش حكامها الا 2013. نعم. طيب، بتقول هي تورطت في زواج برجوازي اجوف، وانا اشتبكت في معارك عبثية لتغيير الواقع، كانت هي كبش فداء لاسرتها وكنت انا جنديا اقصي من الميدان. هل الـ 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 المرارة اللي عند البطل ديت موجودة لدى جيل حضرتك من المثقفين والمبدعين بأنهم يعني كانوا دونكشوتيين أو حاربوا طواحين الهواء وفي النهاية تلقوا السهام في صدورهم ولم يتغير الواقع؟ ده صحيح. يعني في هناك زملاء كفاح وزملاء فن وإبداع، بعضهم فقد ساحة القتال وانعزل في عالم الفن، وبعضهم فقد الاثنين. لأنه عندما يترك ساحة الكفاح لم يعد له قضية. وإذا كان هناك أصلا في الفن نفسه إشكالية أنه هو يوصل لمين بالفن. يعني أنت مثلا في الفن السينمائي من الممكن أن يجد الفنان الثوري طريقه بالتعبير عن لغة السينما. نعم. ليصل إلى الجماهير ويؤثر فيها. أما بالنسبة للفن التشكيلي فالقضية صعبة جدا، لأنه بينه وبين الجماهير مساحات واسعة وعريضة، والتأثير على الجماهير من خلال الفن التشكيلي أكثر صعوبة، لأن الجماهير لم تدرب أو يتم تربيتها تربية جمالية، وبالتالي فليس أمامه إلا الانعزال في مرسمه ليحقق آماله الخاصة في الفن. صحيح. أنا هترك حضراتكم مع يعني دعوة لأن أنتوا تعيشوا في هذه الرواية الممتعة نداء الواحة، مع هذه العبارات للبطلة عايدة بتقول: ها هي الآن حطام، أو بيصفها الكاتبنا عز الدين نجيب: ها هي الآن حطام لامرأة في 38، لا زوج ولا ولد ولا حبيب، لا يريدها إلا الفاسدون والذئاب الجائعة، لا معنى لشيء أو لقيمة، البقاء للأسوأ للأكثر ادعاء، كل المبادئ هراء وكل الرجال سواء،
يلهثون وراءك طالما كنت عزيزة وصعبة المنال، كل ما يهمهم هو امتلاكك أو على الأقل امتلاك مشاعرك وحريتك، وما أن يتحقق لهم ما يريدون حتى يلفظوك كما لفظ أهالي الواحة هذه البيوت وسكنوا بعيدا عنها لتبقى خاوية تعاني الهجرة والوحدة. رواية رائعة، هي الرواية الأولى لأدبنا وكاتبنا وفناننا التشكيلي عز الدين نجيب. أنتقل مع حضرتك لنقطة صغيرة قرب السماء، مجموعة قصصية دي صدرت بعد نداء الواحة؟ لا، الاثنين الحقيقة صدروا في شهر واحد. بس دي كتبت بعد ولا قبل؟ كتبت بعد. كتبت بعد بعد نداء الواحة. لا ما أنا آسف، المجموعة القصصية كتبت أولا. كتبت أولا وفي فترة أطول. الواحة، نداء الواحة كتبت بعدها وبنفس واحد متصل. يعني لم أتوقف. في القصة القضية، قصة بعنوان القضية في هذه المجموعة، نحن أمام شاب بيبحث عن جثة أخيه في المشرحة، هو الجثة ليتأكد أنه حتى شهيد، هو يبدو أنه كان مشاركا في الثورة، والبطل أخوه يبحث عن الجثة. اليوم سيكون الأمر مختلفا مع وجود الشاهدين على موته، بعد أن يشهد باستيلاء الإخوان على جثمانه مدعين أنه من شهدائهم. يا إلهي، هل يجرؤ على ذكر ذلك لأمه وهي تعيش على يقين بأنه لا يزال يحيا في مكان ما وأنه راجع إليها لا محالة؟ أيكون إثبات استشهاده رهنا بسلب الحياة منها؟ اشرح لنا هذه القصة حضرتك، وليه ركزت على فكرة يعني المتاجرة بالجثث في فترة حكم الإخوان؟ أيوة، هو طبعا مفهوم أنه ده صورة للشهيد أو تجسيم لفكرة الاستشهاد، والاستشهاد الذي ذهب مجانا بلا مقابل. يعني هذا الشاب اللي مفقود وتيقن أخوه والمحيطين به أنه هو مات في الثورة، لكن دون أن يجدوا الجثة. مش بس لا يجدوا الجثة ولا اعتراف بأنه شهيد. يعني هنا بقى الشهادة اللي تبقى مجانية، تبقى عبثية، أنه مات شهيدا دون أن يذكره أحد أو يعترف بأنه شهيد. الاعتراف من النظام وقتها. من النظام وأيضا من الوثائق والأوراق يعني. فهو كان إثبات الشهادة هو الجثة، أن يصل إلى الجثة في مكان ما، إنها سجلت في مستشفى، في مشرحة، في شهود شهدوا، ثم وصل إلى أن هو يرفع قضية. لأنه تعرف في النهاية على اثنين من أبناء الحي اللي هو فيه، قالوا له أن احنا شفنا بالفعل أخوك وهو في ميدان الاتحادية بعد أن قتل. فأصبح هو ده الملاذ الوحيد أمامه لإثبات استشهاد أخوه. والاستشهاد يعني حاجة كتيرة جدا، يعني أن الثورة لم تذهب سودا ولا عبثا يعني. فعندما راح يوم المحكمة تاه التوهان الميتافيزيقي الرهيب اللي احنا شفناه ده. لم يستطع أن يصل إلى المحكمة، وكأن هناك قبضة مجهولة. ايه رمزية عدم وصوله للمحكمة في القصة دي؟ المتاهة اللي احنا كنا فيها في وقت الإخوان، والعدم وصوله للعدالة يعني. هي دي المعنى. يعني هي دي المعنى. ان هناك عدالة مفقودة. عدالة مفقودة. أيوة. طيب، هنا في نفس الصفحة حتى بتقول: لم يصلوا إلى نتيجة غير إعلان الغضب وإطلاق بعض السباب لكل الأوضاع الفاسدة التي أوجدتها الثورة. هنا علامة استفهام، ايه الأوضاع الفاسدة التي أوجدتها الثورة؟ حالة الضياع اللي شعر بها المواطنين كلهم، ان احنا خدنا ايه من الثورة؟ خدنا ايه الا وقف الحال، الا قطع السياحة، الا قفل بيوتنا، والفوضى المستمرة. دي قناعة حضرتك؟ لا، مش قناعتي، ده هو قناعة البطل. البطل يعني. طبعا انا لا اتمنى المقولة دي. البطل يعني هو شخصية له منطقه الخاص يعني.
فهو في النهاية شعر ان كل ده بلا عائد ولا نتيجة. يعني الثورة لم يعني تنتج في النهاية إلا المتاهة. وشفنا المتاهة بقى في نهاية القصة في الحي السريالي اللي دخل فيه ده وبحب استطلاع إن يشوف المكان ده فيه إيه. فلم يستطع أن يخرج منه، كانت دخوله فيه متاهة، مدخل بلا مخرج. ده المعنى، دي التوصيف الحالة. أيوة. أنت في نفس القصة بتقول ما الأخبار عندكم؟ أدهشته كلمة عندكم وأوحت إليه بأنهم ليسوا من عالمه وإن كانوا معنيين بأمره. ذكر لهم أنه حدثت ثورتان شعبيتان وأن كل شيء تغير تماما عندي قبل، لكن الناس لا يشعرون بأنهم أفضل أو مأوا برؤوسهم مؤمنين على ما يقول، أنهم يعرفون كل شيء إذن فعما يسألون. قالها لنفسه. سألوه عن المحاكمات لرموز النظامين السابقين، قال إنها لا تزال مستمرة، صدرت بعض الأحكام ولم ينفذ شيء منها بعد. وخريطة الطريق، هناك من يؤيدها وهناك من يعطلها، لمن الغلبة؟ صمت مصطفى، لم يكن سأل نفسه هذا السؤال من قبل. لا أعرف. هنا ما هنا ده بقى النقطة زي بيسموها نقطة التنوير، الكشاف اللي بيكشف العقدة كلها بتاعت القصة. في النهاية انه لف ده كله بحثا عن أخوه لم يجده، ولم يستطع الوصول إليه، لم يستطع أن يثبت الاستشهاد، ثم وصل فيما بعد ذلك إلى من وراء هذه الحالة اللي هم الشخصيات الغريبة الغامضة اللي موجودة في هذا المكان المهجور. ربما يكونوا هم الحكماء الذين يديرون في الخفاء كل شيء. فتبان أن كان وقتها في سيطرة ما يسمى بالطرف الثالث. هل ليها علاقة بال هي يعني بعد 15 بعد 30 يونيو مباشرة. نعم. واحنا لسه بندور على اول الطريق، وطرحت فكرة خارطة الطريق. نعم. وان احنا هي دي اللي هتوصلنا الى الخلاص مما نحن فيه. نعم. ما خلصناش. اكتشف هذا البطل، لان هو طبعا هو ما هوش محايد، لان هو وراه مأساة، بس ما عرفش السبب ان احنا ما خلصناش. البطل ولا حد عرف ولا حد. عم الصمت توقع حدوث المجهول الذي انتظره منذ البداية. ربما سيأخذونه إلى محكمة خاصة ثم يحكمون عليه بالإعدام أو بأي عقوبة على أي جريمة لم يرتكبها. اقتربوا أكثر من بعضهم البعض وتلاصقت رؤوسهم وهم يتهامسون. أهي المداولة قبل الحكم إذن؟ فكر في الهروب، لكن كيف؟ لابد أن لهم عيونا في كل مكان. خطر له أن يتزاكى عليهم لمعرفة نيتهم نحوه. كيف أخرج إلى طريق الكوبري؟ إلى نهاية أن قام مصطفى يتخبط في المتاهة بين الضروب المظلمة. هي النهاية إذن، هم يعرفون ذلك جيدا. لا سبيل أمامي للخروج ما لم يصادفني أي بصيص ضوء قد يقودني إلى الكوبري، وإلا فقد نفذ حكمهم علي بالهلاك بغير محاكمة. هنا نهاية غامضة تشبه النهايات الكافكاوية. أيوة. يعني مش كده؟ أيوة. متهم بيتهم على اتهام هو لا يعرفه. ده صحيح. مع قضاء أصلا متآمر، مع محكمة عبثية، مع تهمة غير واضحة. أيوة. هو يعني كان يعني جوايا هاجس في ذلك الوقت أن النظام القديم لم ينتهي، وأنه يتغلغل داخل النظام الجديد. فمثلما فيه هناك ثورة فهو في داخلها ثورة مضادة. نعم. تفرغ أول بأول ثمار الثورة الأولانية، تفسد الثورة. وبالتالي هو ضائع بين الاثنين، بينما يؤمن بأن هو الحق وأن هو سيصل إليه، متمثلا في إثبات استشهاد أخوه. نعم. استشهاد أخوه يعني أن هناك ثورة بقى لها شهيد له نبل التضحية. وبالتالي له كمان الاعتراف بأنه هذه الأسرة اللي راح عائلها لها الحق في أنها تكرم وتعطى ما يقابل أي شهيد. كل ده لم يتحقق. مش بس كده بقى، ده لقى المقابل الثاني اللي هو
اليد الشريرة اللي ما زالت تمد أصابعها السوداء داخل نسيج الثورة الجديدة. فلم يعرف هل هو مع الجديد ولا مع القديم، وأين الخلاص من وسط هذه المتاهة. إلى أي مدى هذا الغموض وهذه الأسئلة وهذه العبثية ما زالت مطروحة؟ والله في ملامح كتير منها حتى الآن. يعني إذا كنا هننتقل بقى من عالم الأدب إلى عالم السياسة والواقع، فأنا ما زلت أشعر أن هناك كثير من ملامح الواقع القديم كفكوية. النظام القديم موجودة بشدة. ولكن نقدر نقول أنها لم تعد بنفس القوة اللي كانت عليها في الفترة التي تلت 30 يونيو مباشرة. المتغير اللي حصل هو وعي الشعب. زاد وعي الشعب. وبقى فيه زي ما تقول حائط صد، قوة مناعة. إلى الحد اللي من الممكن واحد متردد مش عارف الطريق الصحيح ما يروحش في المتاهة الطويلة دي. ممكن بعد فترة انه يلاقي حواليه من يحميه ويديله أمل في ان الجاي هو الأفضل لو تكاتف الناس واستمروا على هذا الطريق. في قصة الزمن المفقود، وهو اسم يعني متكرر في الأدب العالمي، ولكن هنا بترصد علاقة الفنان بإبداعه، يعني إلى أي مدى هو هذا الفنان الذي فقد يعني عملا فنيا لوحة له ويظل يبحث عنها ومستعد لأن يدفع يعني من جيبه الخاص ليستعدها. هل المعنى هنا فقط هو فكرة العلاقة الوثيقة بين المبدع وإبداعه؟ بل الشكل أو الجانب الظاهري من العمل. ما هو العمل أي عمل فني له أكثر من بعد. فده البعد الأول الخارجي. إنما البعد اللي نقدر نسميه الفلسفي، يعني إذا جاز نحن نقول كلمة فلسفي، هو محاولة استعادة الزمن الجميل الذي مضى. هل يمكن؟ الإجابة إيه في القصة دي؟ ما لقاش، مع انه هو في نهاية القصة بيصلح التشوهات اللي حصلت في اللوحة. يعني بيقول توهجت الفكرة على الفور في جميع قدرات البصر والبصيرة التي يملكها عاصم وحامل اللوحة، ينطلق بها نحو حامل الرسم مقررا ان يكسو المناطق المشوهة بقطعة من الشاشة او النسيج الشفاف، يرش عليها ببخاخة الالوان درجات مموهة بكل الاطياف كغشاء رقيق يبزغ بين ثناياه وجه الاب والابن، عيونهما الى الامام بقوة البصر والبصيرة يخترقان بها غشاء الزمن. بقى عمل جديد. ما بقاش هو القديم. يعني العمل القديم كان له ملامحه الواقعية بحضورها بمشاعرها الوجدانية اللي ارتبطت بالزمن ده. انما العمل الجديد هو اضطر ان هو يخفي ما تشوه من اثار العبث اللي تم فيها لما بعد ما لقاها. ومحاولة إنقاذ. يعني هو ده محاولة إنقاذ وخلق جديد لعمل كان في يوم من الأيام يمثل عصره. لكن الآن بعد ما عمل هذه العملية لم يعد يمثل عصره. ده بقى يمثل هذا العصر اللي هو فيه، اللي هو قايم أيضا على الكولاج ولزق حاجات وتخفاء حاجات. حلوة دي. ده المعنى الجميل ده المعنى اللي حصل اللي وصل إليه، أنه هو الترقيع. يعني هنا قد لا يجدي عندما تفسد أو يفسد عمل فني ما. بكل رمزية الترقيع يعني أو محاولة الإصلاح يعني. بس أنا ما قلتش ترقيع يعني. لا ده أنا اللفظ ده أنا اللي جايبه. لا هو مش موجود في الرواية يعني. يعني بنسميها في الفن تشكيل الكولاج، يعني اللي هو لزق حاجات قطعة على بعضها. وممكن يكون ده تكنيك فني. بس أنا بسيبها للقارئ حتى لا يكون أمامه، يعني أنا بفرض عليه اتجاه واحد. اتجاه واحد للتلقي. للتلقي. لا ممكن هي العمل الفني حمال أوجه. تفسره بعدة تأويلات. في قصة الشيخة زكريا، أنت هنا بتنتصر لفكرة أو بتتحدث عن الصراع ما بين العلم والخرافة وتنتصر للتفكير العلمي؟ هل ده هو المعنى الأساسي في فكرة؟ ده برضو هذا هو البعد الأول اللي ممكن نصل إليه من القراءة الأولى لأي قارئ. طب إيه الأكثر عمقا؟ ما كشفت عنه الخرافة.
ان الشيخه زكريا دي ما كانتش ماتت، صنع المجتمع صنع منها اسطوره في أسطورة النهايه، وعملها وليه من اولياء الله. طب ما هو ده كان هيبقى سؤالي فعلا التالي، ان انت هنا بتنتصر للخرافه، ان الخرافه انتصرت في النهايه، لانه هنا رغم انه الشيخه زكريا ديت هم تحدوا بعض، لا مفيش عفاريت، لا في عفاريت، راحوا المقبره، فهذه السيده المسنه ما كانتش ماتت، فقالت له انا صاحيه، فحصل فزع واعتبروا وابتدوا اهل القريه يتعاملوا معها بانها وليه من الاولياء الصالحين، ثم بيقام لها ضريح في نهايه القصه. مين اللي عمل الضريح؟ البسطاء. لا مش البسطاء، الاغنياء واللي استثمروا هذه القصة، واللي الإعلام اللي جه بالتلفزيون وعمل منها يعني أسطورة، والكل اللي بدأ يتسابق ان هو يستفيد منها. حتى الجار بتاع جار السيدة ديت عمل بيتلقى تبرعات من المحبين للسيدة ديت، وياخدها هو بحجة ان هو ده البيت كان بيته. بس حضرتك بتقول اهو في نهايه القصه، كان الراي العام للقريه يتبلور متجها نحو اعتبار ما حدث والكرامه الثانيه والاخيره للشيخه زكية، حيث يتجلى الان بغير لبس كونها وليه من اولياء الله الصالحين، ولابد انها ارتفعت للسماء مع الشهداء والقديسين، وتعالت الدعوه لبناء ضريح يليق بمقامها. يعني كان في راي عام بيساند، ثم اعلن احد كبار الملاك في القريه التبرع بقطعه ارض يقام عليها، واعلن اخرون استعدادهم للمساهمه في التكلفه واقامه مولد لها لم تشهد له المنطقه مثيلا. ومن بعيد كانت تتعالى صيحه لاحدهم: مدد يا شيخه زكيه مدد. هنا ما زالت، يعني انت عايز تقول انه ما زال الخرافه بتعشش في مزبوط. في اذهاننا، وما زال كبار الملاك بيستثمروا هذا، بيستثمروها. نعم. مش بس كبار الملاك، والاعلام لان احنا شفنا هنا صاحب البرنامج التلفزيوني او صاحبه البرنامج التلفزيوني الشهيره لما جت وقعدت تصورها واهدوا لها شقه وبداوا يعملوا دعايه كبيره ليها يعني. واظن احنا يعني شفنا حاجات شبيهه بكده في بعض البرامج يعني. صحيح صحيح. الجن والعفاريت ومش عارف ايه، وبعض المذيعين وقفوا يطلع الجن ومش عارف ينومه مغناطيسيا، وكانت يعني وبعض البرامج اوقفت بسبب التخاريف ديت باحكام قضائيه. طيب هنا برضو في قصه عايده، حضرتك بتقول دايما يشعر ان العالم ضده بيتآمر عليه، تصور لقيته مرة بيلمح لي انه بيشك. هنا برضو في سؤال حوالين اللغة، انت مرة بتستخدم الفصحى ومرة اخرى بتستخدم العامية في الحوار. في الحوار يعني هو لما بحس ان الشخصية بسيطة وتلقائية بيبقى صعب عليا ان انا احملها بجماليات اللغة الفصحى. كل ما كان اقرب الى طبيعتها وتلقائيتها كل ما كان افضل من خلال اللغه. لكن لما بتبقى شخصيه فنان مثلا او مثقف بخلي الحوار باللغه الفصحى. نعم. طب هنا تاني يشعر ان العالم ضده بيتآمر عليه، لقيته مرة بيلمح لي بانه بيشك في اني اكون دسيسة عليه تنقل كلامه للمباحث، وهو في قرارة نفسه عارف اني بالذات اخر انسان في الوجود ممكن يعمل كده، ثم بعدها يجي يعتذر لي. الهاجس الامني كان مسيطر على جيل حضرتك، ولا هو كان موجود فعلا بهذه السطوة وليس فيها مبالغة؟ لان في ادباء كتبوا برضو عن السيطرة الامنية، التجسس على الافراد، يعني الملاحقات الامنية، انه كانت موجودة بالفعل. يعني مش مجرد هاجس نفسي او عقدة. في بعض الناس مش مبالغات ادبية، ده واقع حقيقي. لا ده واقع حقيقي. يعني ممكن انا اعرف الشخصية دي معرفة شخصية يعني. مش انا يعني اللي واجهتها وكنت تعرضت لمثل ذلك. لكن في ناس بتتحول عندهم الى عقدة. نعم. و و و وتبقى يعني عقدة نوع من جنون الملاحقة. انه يتصور طول الوقت ان العالم بيتآمر عليه او بيترصده. بيوصل الى هذا الحد. لكن هو البطل هنا في القصة ديت مش الشخصية الفنان اللي هو اللي عنده الشعور بالملاحقة. البطل هو السيدة
التي وقعت في حب هذا البطل. وهو ده الحب المستحيل. ودي تبقى مشكلة من مشكلات الحياة والوجود. ليه؟ لأن هي لا تملك من أمر نفسها شيء في أنها متعلقة به. نعم. وهو بيهرب من حاجة تانية أبشع. يعني هو بيهرب مش بس منها. ده بيهرب من الحياة لأنها بتطرده. نعم. وهي بتطارد حب مستحيل. فعلاقة غريبة جدا، كل واحد بيجري ورا التاني دون أن يلحق به. صحيح. هنا في قصة شجرة الدوم حضرتك بتتكلم عن التضحيات اللي ضاعت تحت لافتة الانفتاح، تضحيات الجنود، وبتقول زاد على ذلك تكميم الأفواه للمعارضين مع إطلاق الحرية للمتطرفين الدينيين وتوقيع معاهدة سلام مع عدو الأمس، فلم يكن هناك مفر من استمرار المعارضة للنظام، ومعها استمر البطش بأصحابها وطال سامح منه الفصل من العمل واستئجار من قام بتدمير مرسمه ولوحاته. بطلنا هنا برضو أيضا فنان تشكيلي. وبعدين في مشاهد جميلة بتتحول فيها الصخور العملاقة إلى هيئات أدمية، وهنا ده خيال بدعو القراء لتتبعه. وبعدين في منطقة تانية حضرتك بتتكلم عن انه كان في سيطرة من المشرف على الرحلة زي ما يكون مستبد بالمجموعة، وبعدين في حركة احتجاج ضده واستغلاله لموقعه، وبتقول لم يؤيد اقتراحه غير زميلين اثنين فانسحب بعيدا عن الجميع غاضبا، التحق بي احدى الزميلين اللذين ايدا مواقفه وقال مهونا عليه لا تغضب يا اخي فهذا بالضبط هو حالنا الان في كل مكان، مؤيدون في السر يعارضون في العلن، ومعارضون في العلن يؤيدون في السر، وأغلبية لا تبالي باتخاذ أي موقف ثم تكون هي أول من يشكو أو يقتنص الفرص، أليس كذلك؟ إيه الوصف البليغ ده وينسحب على إيه تاني يا أستاذ عزيزي نجيب الوصف ده؟ طبعا في تلاقي شرائح كتير ينطبق عليها مثل هذا الكلام. لكن طبعا مش كل الفنانين أو المثقفين بنصنفهم مثل هذا التصنيف يعني. لكن في العمل الفني أنت بتشوفه إذا كان منطقي ولا مش منطقي طبقا للخط الدرامي. وهو بيتصاعد يعني ده ما ينفعش توصيف لحالتنا مثلا. في جانب منها، في جانب كبير منها. وتلاحظ دائما ان ده بيزيد مع حالة التوهان وعدم وضوح الرؤية القومية. يعني يبقى للأمة كلها في كده حلم والناس متجهة اليه. يعني بعد مثلا 25 يناير ما كنتش تلاقي الحالة دي، بعد 30 يونيو ما كنتش تلاقي الحالة دي. الناس كلها كانت متوحدة ومشاعرها مفتوحة ومحدش محتاج يخبي شيء أو يداهن أو ينافق أو يلعب بالألفاظ. إنما لما المسائل بتتشوه، الحقائق بتتوه، بتتفرق السبل، كل واحد في طريق، هنا الذات كل واحد يدور على طريقه، وبالتالي يستخدم أدوات النفاق، أدوات التزييف، أدوات اللف والدوران وهكذا زي ما أنا شرحت في هذه القصة. فدي وليدة مرحلة من مراحل. يعني أنت تقدر تشوف حضرتك بالسياق العام كده حالات نفسية وسياسية مرت بمصر منذ 2011 لحد الآن. الحقيقة انه يعني المجموعة القصصية نقطة صغيرة قرب السماء فيها العديد من القضايا اللي بتمس واقعنا لغاية اللحظة اللي احنا بنعيشها دي. يعني من يقرأها هيشعر انه الزمن هنا يعني رمزي، يعني ممكن ما يبقاش مرتبط بفترة تاريخية ماضية، لا ده بيتكلم عن الواقع اللي احنا بنعيشه لحظة بلحظة، حتى انتقاد النخبة، حتى تقييمه لتردد المثقف او لانصاف السائرين او للفنان المقهور الذي قهر فتم تهميشه من قبل سلطة قمعية، او دور حتى وزارة الثقافة الغائب هتجد ملامح له في بعض هذه القصص، سواء من سيارات متهالكة
بتقود البعض المثقفين في أداء أعمالهم أو من خلال غياب هذه المؤسسات عن أداء دورها الحقيقي. القصة، المجموعة القصصية وأيضا الرواية مليئة بالأحزان والأشجان والأحلام والأمل في الغد أن يكون أكثر إشراقا، وهي مكتوبة بلغة بسيطة للغاية تصل إلى المثقف وإلى الإنسان البسيط أيضا، وهي فيها جزء كبير من شخصية أدبنا الكبير عز الدين نجيب وبساطته أيضا وأحلامه في مستقبل أفضل لهذه البلد، والذي دفع أثمانا من حريته من أجل أن يتحقق هذا الحلم. نتمنى أن يتحقق حلم مصر كلها. بشكر حضرتك الأديب والفنان التشكيلي والناقد الأستاذ عز الدين نجيب. أشكرك جدا جدا. بشكر حضراتكم. بعد الفاصل تأتيكم زميلتي فاطمة السردي وأيضا القطار الأدبي متصل مع أديب آخر ورؤى أخرى والأديب بكر الشرقاوي.